السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناة طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي اخصائي طب الاطفال وحديث الولادة. هكلمكم ان شاء الله النهاردة عن تطور الطفل الرضيع في الشهر الخامس. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن 7 نقاط اساسية. النقطة الاولانية كيفية الاهتمام ورعاية الطفل الرضيع في العمر ده. النقطة الثانية التغذية والرضاعة. النقطة الثالثة نمو الطفل في العمر ده. النقطة الرابعة تطور الطفل سواء التطور الحركي او التطور العقلي. النقطة الخامسة هنتكلم عن الحواس خاصة السمع والنظر. النقطة السادسة هنتكلم عن التطعيمات المهمة للطفل في العمر ده. والنقطة السابعة والاخيرة هنتكلم عن نوم الاطفال الرضع في الشهر الخامس. كل ده واكتر ان شاء الله هنتكلم عنه في الفيديو ده، فتابعوا معانا الفيديو للاخر. في البداية وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس. الشهر الخامس بنسميه شهر الأكل واللعب. أول الطفل الرضيع ما يتم 4 شهور يخلص الشهر الرابع، مسموح لنا إن احنا نبدأ أكل للطفل، ومسموح لنا كمان إن احنا نشربه مية ولكن بشروط معينة هوضحها لحضراتكم قدام. وكمان الشهر الخامس يعتبر من أول الشهور اللي لعب الطفل فيها بيكون واضح جدا وبيكون كتير جدا، والطفل بيبقى حابب إن احنا نلعب معاه ونتفاعل معاه. نبدأ بأول بند في الفيديو وهو رعاية الطفل الرضيع في الشهر الخامس. أول حاجة استحمام الطفل الرضيع في العمر ده هيختلف على حسب فصل السنة. لو كنا فصل الصيف والجو حر ممكن الطفل الرضيع يستحمى كل يوم مفيش مشكلة. لو كنا في فصل الشتاء ممكن يستحمى 2 أو 3 مرات في الأسبوع. ولبس الطفل الرضيع في الشهر الخامس برضو لازم يكون ملائم للفصل من السنة. في فصل الصيف الطفل في العمر ده ممكن يلبس قطعة واحدة وتبقى نص كم أو قط. الملابس بتاعته لازم تكون قطنية وخفيفة وملمسها ناعم وواسعة على جسمه، ما تبقاش لازقة على جسم الطفل، ويفضل ان الوانها تبقى فاتحة علشان تعكس اشعة الشمس لو الطفل اتعرض للشمس. وفي فصل الشتاء الطفل الرضيع بيلبس قطعة واحدة زيادة عن عدد قطع الملابس اللي البالغين بيلبسوها. يعني شوفي حضرتك في الشتاء لابسة كام قطعة، الطفل الرضيع هيلبس قطعة واحدة زيادة عن قطع الملابس اللي حضرتك لابساها، وضروري يبقى فيه قطعة صوف في ملابس الطفل في فصل الشتاء علشان تحسس الطفل بالدفء بشكل كويس. كمان الطفل لازم يبقى موجود في مكان درجة حرارته وتهويته مناسبة للطفل. لو كنا في فصل الصيف نقدر نفتح شباك علشان يدخل هواء كويس، نقدر نشغل المروحة او المكيف، لكن نشغل موزع الهواء علشان الهواء ما يبقاش مسلط على الطفل. ولو هنشغل التكييف ما نقللش درجة الحرارة عن 25 درجة. وفي فصل الشتاء يفضل المكان اللي الطفل يكون موجود فيه يكون دافي قدر الامكان، وبلاش الطفل يتعرض لاختلافات مفاجئة او اختلافات متكررة في درجات الحرارة. بلاش يتنقل من مكان دافي لمكان بارد او العكس بشكل متكرر، لان ده ممكن يعرض الطفل للإصابة بنزلات البرد. النقطة الرابعة الاهتمام بمنطقة الحفاضة مهم جدا في الشهر الخامس. لازم الطفل يكون بيغير الحفاضة بمعدل مناسب لعدد مرات البول والبراز عند الطفل ده، والمعدل ده بيختلف بشكل كبير من طفل للتاني. في طفل ممكن يغير الحفاضة لحد 10 مرات في اليوم، في طفل تاني ممكن يغير 4-5 مرات في اليوم. لازم المعدل يكون مناسب للطفل ده. لازم نختار حفاضات نوعيتها جيدة، مقاسها مناسب للطفل في العمر ده. الطفل في الشهر الخامس حجم جسمه بيختلف كتير عن الشهور اللي فاتت، علشان كده لازم نتأكد ان مقاس الحفاضة كويس، ما يبقاش واسع جدا على الطفل والحفاضة بتسرب، ما يبقاش ضيق جدا وقافل على جسم الطفل ويعمل له التهابات في الجلد في منطقة الحفاضة. ضروري جدا نغسل جلد الطفل بمية فترة في كل مرة الطفل بيعمل فيها براز، ولازم ننشف الجلد كويس جدا، ولازم نستخدم اي كريم واقي من التهابات الحفاضة، او حتى ندهن زيت زيتون او زيت سمسم كطبقة واقية تحمي الطفل من حدوث التهابات الحفاضة. النقطة الخامسة في بعض اماكن من جسم الطفل لازم نهتم بنظافتها بشكل يومي، وهي الاماكن اللي فيها تنايات زي خلف الاذن وتحت الرقبة وتحت الابطين وبين الفخذين وخلف الركبة. الاماكن اللي فيها تنايات من جسم الطفل لازم نهتم بنظافتها بشكل يومي، لان لو ما خدناش بالنا منها ممكن يحصل فيها التهابات خاصة في فصل الصيف مع العرق. حضرتك هتجيبي قطنة تبليها مية فترة وتمسحي الاماكن دي كويس بشكل يومي وتنشفيها كويس جدا. النقطة السادسة ضروري جدا جدا نحافظ على نظافة ايد الطفل وضوافر الطفل في العمر ده.
الطفل في العمر ده بيحط ايده في بقه كتير جدا، ممكن يحط صباعه وممكن يحط ايده كلها وممكن يمسك حاجات بايده ويحطها في بقه. لو ايد الطفل مش نظيفه وضوافره نظيفه ممكن يدخل ميكروب في الفم وممكن يسبب مرض للطفل. لازم نهتم كويس بنظافة ايد الطفل ولازم نقص ضوافره كل فترة باستخدام قصافة مخصصة للأطفال الرضع. نيجي للبند الثاني في الفيديو وهو الرضاعة والتغذية. الرضاعة مكملة معانا طبعا في الشهر الخامس سواء الطفل بيرضع طبيعي أو صناعي أو رضاعة مختلطة على حسب نوع الرضاعة. لو كان الطفل بيرضع طبيعي فده الأفضل جدا، والرضاعة هنا بتبقى حسب الحاجة، عدد المرات اللي الطفل يحدده والكمية اللي الطفل يحددها. ولو كان الطفل بيرضع صناعي فقط فالطفل في العمر ده بيحتاج من 180 ل 200 ملي حليب في الرضعة الواحدة، ممكن الكمية تقل عن كده او تزيد عن كده مفيش مشكلة. ولو كان الطفل بيرضع رضاعة مختلطة فهنا برضو عندنا نوعين من الرضاعة. النوع الاولاني هي الرضاعة التكميلية، وهو ان حضرتك تكوني بترضعي طبيعي الاول وتقيم الطفل بعد الرضاعة. لو الطفل شبع من الرضاعة الطبيعي يبقى ما بتديلوش حليب صناعي، لكن في الاوقات اللي بتحسي ان الطفل لسه جعان، الطفل لسه مشبعش والثدي عندك مفيش فيه حليب، في الحالة دي بندي الطفل رضعة تكميلية علشان نكمل التغذية بتاعته، وهنا كمية الرضعة هتختلف على حسب كمية الحليب اللي موجودة عندك. في طريقة تانية للرضاعة بتفضلها بعض الأمهات، وهي إن الأم بتثبت أوقات للرضاعة الطبيعي وأوقات تانية للرضاعة الصناعي، والطريقة دي برضو مفيش منها مشكلة، وبرضو الطفل في الحليب الصناعي هيحتاج من 180 ل 200 ملي حليب في الرضعة الواحدة، برضو ممكن يزيد عن كده أو يقل مفيش مشكلة، وعدد مرات الرضاعة هتختلف على حسب كمية الرضاعة الطبيعي اللي الطفل بياخدها مع الحليب الصناعي. ده كده فيما يخص الرضاعة. الجديد بقى اللي يخص تغذية الطفل الرضيع في الشهر الخامس ان ده اول شهر مسموح لنا ان احنا نبدأ اكل للطفل الرضيع وان احنا نديله مية بمجرد ما بدأنا اكل للطفل. علشان نبدأ أكل للطفل الرضيع من بعد الشهر الرابع لازم يتوفر في الطفل أربع شروط. أول شرط إن الطفل يكون بيعرف يسلب راسه كويس، علشان لما يجي ياكل أو يشرب الأكل ما يقفش في زوره والطفل يتخنق وما يعرفش ياخد نفسه، يبقى لازم الطفل يسلب راسه كويس. تاني حاجة لازم يكون الطفل مقبل على الأكل، الطفل لما بيشوف حد بياكل قدامه بينط على الاكل وعاوز ياخد منه. الحاجة التالتة ان وزن الطفل يكون كويس على الاقل اكبر من 5 كيلو او 5.5 كيلو. الحاجة الرابعة الطفل يكون بيعرف ياخد الاكل بالمعلقة، لما نيجي نقرب المعلقة من الفم الطفل بيعرف يلتقط الاكل. الاربع شروط دول لازم كلهم يتوفروا في الطفل علشان نبدأ له اكل من اول الشهر الخامس. لو في شرط واحد من دول مش موجود ما ينفعش نبدأ اكل للطفل. لو الطفل لسه ما صلبش راسه كويس ما تبدأيش اكل للطفل. كمان مهم جدا قبل ما تبدأي اكل انك ترجعي للطبيب المعالج بتاع الطفل يقرر اذا كان الطفل ده استوفى الشروط وهنبدأ اكل ولا نستنى شوية. لو الطفل استوفى الشروط وهنبدأ اكل فينفع عادي جدا مفيش مشكلة. وعندنا توصية من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتقول إن إحنا ينفع نبدأ أكل من بعد الشهر الرابع لكن بالأربع شروط اللي أنا قلتهم دلوقتي. لكن منظمة الصحة العالمية بتقول الطفل الرضيع يأكل بعد الشهر السادس. أنا قلت الرأي التاني أهو علشان حضراتكم تكونوا عارفين، يبقى بداية أكل الطفل فيه اختلاف. منظمة الصحة العالمية قالت من بعد الشهر السادس، ودي مدرسة كويسة ومفيش منها مشكلة. الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال قالت ينفع من بعد الشهر الرابع لو الطفل توفر فيه الأربع شروط دول. أنا شخصيا في عيادتي ممكن أبدأ أكل للطفل بعد الشهر الرابع لو فحصت الطفل ولقيته استوفى الأربع شروط دول، وممكن أستنى على الطفل شوية لو في شرط أو اتنين لسه ما استوفوش في الطفل ده، فممكن أكله بعد الرابع أو بعد الخامس أو بعد السادس. ده هيختلف من طفل للتاني على حسب حالة كل طفل. انا قلت كل حاجة هو تخص بداية الاكل علشان الموضوع ده عليه خلاف كتير وناس كتير بتقعد تتخانق بسبب القصة دي. فحضرتك من بعد الطفل ما يتم الشهر الرابع ترجع للطبيب المعالج بتاعه يفحصه ويقرر الطفل ده هيبدأ اكل ولا لا. وبمجرد الطفل الرضيع ما بدأ اكل يبقى هنا الطفل لازم يشرب مية، وهنا المطلوب من حضرتك ان انت تعرضي عليه المية كذا مرة في اليوم وتسيب الطفل الرضيع يشرب حسب حاجته. في بعض امهات بيعرضوا المية على الطفل والطفل ما بيرضاش، مفيش مشكلة خالص، لان جزء كبير من المية اللي الطفل بيحتاجها بياخده من الرضاعة سواء الطبيعي او الصناعي. حضرتك اعرضي المية والطفل ياخد حسب رغبته. طيب ايه افضل الحاجات اللي نبدأ بيها اكل للطفل
وايه النظام اللي هنبدأ بيه والكمية وعدد المرات ونبدل ازاي ما بين الرضاعة وما بين الاكل، كل الكلام ده انا اتكلمت عنه بالتفصيل في فيديو تغذية الاطفال الرضع من بعد الشهر الرابع للشهر السادس، هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو، وكمان كل التعليمات اللي تخص ادخال الاكل للاطفال الرضع اتكلمت عنها بالتفصيل في فيديو تعليمات اكل الاطفال الرضع، برضو هتلاقوه موجود في صندوق الوصف بتاع الفيديو. ما تبدأيش اكل لطفلك الرضيع الا لما تشوفي الفيديوهين دول الاول علشان تعرفي كل التعليمات والاصناف وطريقة الادخال، كل الكلام ده موجود في الفيديوهين دول. وكمان ما تبدأيش اكل لطفلك الرضيع قبل ما ترجعي للطبيب المعالج يقرر ان الطفل ده ينفع يبدأ اكل. وطالما اتكلمنا عن الرضاعة والاكل ضروري نتكلم عن الفيتامينات. في الشهر الخامس الطفل الرضيع بياخد حاجتين، بياخد الفي دروب 4 نقط مرة واحدة في اليوم، وبياخد الحديد الانريتش 5 نقط مرة واحدة في اليوم. هندي واحد فيهم الصبح والتاني بالليل، ومش هيفرق كتير مين الصبح ومين بالليل، لكن ضروري لما تدي الحديد الانريتش لازم نديه بعد الرضاعة، ما تديهوش على معدة فاضية لان ممكن يعمل مغص للطفل. نيجي للبند الثالث من الفيديو وهو النمو. النمو عند الطفل الرضيع في الشهر الخامس اول حاجة زيادة الوزن. الطفل الرضيع في اول الشهر الخامس لازم يكون زاد 3 كيلو على وزن الولادة، يعني الطفل ده لو كان مولود 3 كيلو في اول يوم في الشهر الخامس المفروض يكون وزنه 6 كيلو، وفي اخر الشهر الخامس لازم يكون زاد 3.5 كيلو على وزن الولادة، يعني لو كان مولود 3 كيلو في اخر الشهر الخامس يبقى وزنه 6.5 كيلو. الوزن ده ممكن يقل عن كده شوية او يزيد شوية مفيش مشكلة، لكن لو اقل من كده كتير او اكتر كتير ضروري ترجعي للطبيب المعالج يفحص الطفل. تاني حاجة النمو في الطول. في الشهر الخامس بيبقى طول الطفل الطبيعي من 63 ل 69 سنتي. لو كان الطفل بتاعك في الرينج ده يبقى الطفل ده طبيعي، لو اقل من كده بكتير او اكتر بكتير برضو لازم ترجعي للطبيب المعالج. الحاجة التالتة هو محيط الراس. محيط راس الاطفال الرضع في الشهر الخامس بيبقى من 41 ل 45 سنتي. لو كان طفلك الرضيع محيط راسه في الرينج ده يبقى الطفل ده طبيعي وكويس، لو كان اقل من كده بكتير او اكتر بكتير ضروري جدا نرجع للطبيب المعالج يفحص الطفل. وفي الشهر الخامس فتحة اليأفوخ الأمامية، الحتة الطرية اللي بتبقى في راس الرضيع بتبقى لسه مفتوحة وبتختلف حجمها من طفل للتاني، ممكن تبقى من 0.5 سنتي لحد 2 سنتي، لكن لازم نتأكد ان فتحة اليأفوخ الأمامية لسه مفتوحة حتى ولو حاجة صغيرة. وفتحة اليأفوخ الأمامية بتقفل تماما من بعد الشهر السادس لحد عمر سنتين. لو قفلت قبل عمر 6 شهور او اتأخرت في القفل بعد عمر سنتين، في الحالتين دول لازم الطبيب المعالج يفحص الطفل. نيجي للبند الرابع من فيديو النهاردة وهو تطور الطفل. هنتكلم عن التطور الحركي والتطور العقلي. التطور الحركي للرضيع في الشهر الخامس بيبقى كبير جدا. اول حاجة جزء كبير جدا من الاطفال الرضع في العمر ده بيعرفوا يسلبوا راسهم كويس، وهم دول الاطفال اللي ينفع نبدأ لهم اكل في العمر ده. تاني حاجة الطفل الرضيع في الشهر الخامس مسموح ان احنا نقعده وهو مسنون، لكن بلاش نقعده لمدة طويلة جدا. الحاجة التالتة الطفل في العمر ده بيعرف يمسك الاشياء بايده بشكل كويس، وبيعرف يبدل من ايد لايد برضو بشكل كويس جدا، ولو في اي حاجة قربتيه منها لعبة او اي حاجة ليها صوت او الوان زاهية بنلاقي الطفل بيمد ايده ويمسكها وبيعرف يمسكها بشكل كويس. الحاجة الرابعة في الشهر الخامس لو وقفت الطفل على رجله، رجل الطفل بتبقى قوية وتعرف تشيل وزنه، لكن مش معنى ان رجله بتعرف تشيل وزنه ان احنا نوقف الطفل في العمر ده. ممنوع تماما نوقف الاطفال الرضع على رجليهم قبل عمر 7 شهور على الاقل، لان رجل الطفل برضه بتبقى ضعيفة وعظمه بيبقى ضعيف، فلو احنا وقفناه كتير او لمدة طويلة ممكن يحصل تقوس في الساقين. في بعض اطفال ما بيعرفوش يشيلوا وزنهم في العمر ده، وده برضه مفيش منه مشكلة طالما تطور الطفل الحركي الباقي كويس جدا، وطالما الطفل ده صالب نفسه كويس، الطفل جسمه ماهوش سايب وماهوش مرخي. لو حسيتي ان جسم الطفل ده مرخي زيادة عن اللزوم او مرن او سايب زيادة عن اللزوم ضروري جدا ترجع لطبيب الاطفال يفحص الطفل كويس جدا.
وفي العمر ده الطفل بيعرف يتقلب من البطن للظهر، وفي بعض أطفال في العمر ده بيعرفوا يقلبوا من الظهر للبطن، لكن مش كل الأطفال، نسبة صغيرة اللي بيعرفوا يتقلبوا من الظهر للبطن. وطبعا في العمر ده نقدر نبدأ في تمارين الجلوس للأطفال الرضع، ونقدر نبدأ في بعض التمارين اللي بتقوي عضلات الرقبة والكتف والظهر. والتمرينات دي وتدريب الطفل على الجلوس كنت اتكلمت عنهم قبل كده في فيديو سابق، هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو. نيجي للتطور العقلي للطفل في الشهر الخامس. في الشهر الخامس الطفل بيبقى متفاعل جدا وعاوز يلعب، كل حاجة موجودة حواليه ليها أصوات أو ليها ألوان زاهية بتلفت انتباهه، بيبقى عايز ياخدها وعاوز يتفاعل مع المحيطين به. الطفل في الشهر الخامس بيبقى عارف الأب كويس وعارف الأم كويس وعارف إخواته كويس، وبينزعج من وجود أي حد غريب. الطفل في الشهر الخامس بيضحك لما تضحكيه، وبيبقى فاهم إن أنت بتلعبيه، لو في إيدك حاجة ليها صوت أو ألعاب بتاخديها وتديها له الطفل بيفهم إن أنت بتلعبيه، وبيبتدي يتفاعل معاكي بشكل كويس جدا. وفي العمر ده ضروري جدا نتكلم مع الطفل كتير، ولما نكلم الطفل لازم نكلمه كأننا بنكلم حد كبير، لازم الطفل يسمع الكلام ومخارج الحروف بشكل صحيح علشان يسجلها في المخ بشكل صحيح، علشان لما يبدأ كلام الطفل يتكلم بمخارج حروف صحيحة ويقول كلمات صحيحة. ممنوع الطفل يتعرض للتلفزيون اطلاقا قبل عمر سنتين. الامهات اللي بيسيبوا الطفل قدام التلفزيون في العمر ده بالساعتين والتلاتة والاربعة علشان تعمل شغل البيت او تطبخ او تعمل اي حاجة، الاطفال دول بيتضروا ضرر بالغ. الأطفال اللي عمرهم أقل من سنتين اللي بيتعرضوا للتلفزيون أو للموبايل أو للتابلت أو للألعاب علشان نشغل وقتهم، ده بيعرضهم لأضرار كبيرة جدا، اتكلمت عنها قبل كده في فيديو سابق، هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو. ممنوع الطفل يقعد قدام التلفزيون ولا الموبايل، حضرتك تتفاعلي معاه وتكلميه وتلعبيه وتحكي له قصص علشان ننمي القدرات العقلية للطفل. نيجي للبند الخامس، وهو تطور الحواس عند الطفل الرضيع في الشهر الخامس. بالنسبة للسمع، الطفل بيسمع كويس جدا، بيعرف يميز الأصوات كويس جدا، بيعرف صوت مامته وصوت باباه وصوت إخواته، بينزعج جدا من الأصوات العالية أو أي أصوات غريبة عليه. ونقدر نستغل حاسة السمع في تنظيم نوم الأطفال الرضع باستخدام القرآن أو استخدام الضوضاء البيضاء، كنت اتكلمت عن الموضوع ده بالتفصيل في فيديو سابق، هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو. وبالنسبة للنظر او تطور الرؤية عند الطفل في الشهر الخامس، ففي العمر ده الطفل بيعرف يشوف لحد مسافة 70 سنتي، الرؤية اللي بيشوفها بتبقى اكثر وضوحا، بيعرف يشوف الالوان كويس جدا ويميز بينها كويس، خاصة الالوان الزاهية. وكمان في العمر ده الطفل بيعرف يثبت عينه كويس على الاشياء، وبيعرف يتتبع الاشياء المتحركة بعينيه، وكمان تناسق حركة العين بيبقى كويس جدا، بتبتدي العينتين يتحركوا مع بعض بشكل افضل بكتير من الشهور اللي فاتت. نسبة الحول البسيطة اللي ساعات بنلاحظها مع بعض الاطفال او عدم التناسق في حركة العينتين بتبتدي تتحسن كتير في الشهر الخامس. نيجي للبند السادس من فيديو النهاردة، وهو التطعيمات. في اول يوم في الشهر الخامس الطفل بياخد تطعيم 4 شهور، يعني الطفل بياخد التطعيم بعد ما بيتم 4 شهور بالفعل من يوم الولادة، وفي بعض الوحدات الصحية بتدي تطعيم 4 شهور بعد شهرين من تطعيم الشهرين، يعني ساعات الطفل بيطعم تطعيم الشهرين متأخر اسبوع او اسبوعين، فبيحددوا له تطعيم 4 شهور بعد شهرين من تطعيم الشهرين. فعلى حسب التاريخ الموجود عندك في البطاقة الصحية بتاعة الطفل لازم تروحي تطعميه تطعيم 4 شهور. وتطعيم 4 شهور في مصر بيبقى عبارة عن 3 حاجات، حقنتين ونقط بالفم. الحقنتين واحدة منهم هي تطعيم الخماسي، ودي حقنة الطفل بياخدها في الفخذ الأمامي، والحقنة التانية هو تطعيم شلل الأطفال العضل، ودي حقنة الطفل بياخدها في الفخذ الأمامي التاني. الحاجة التالتة هي نقط بالفم، وهو تطعيم شلل الأطفال بالفم، ودول عبارة عن نقطتين الطفل بياخدهم بالفم. لو عاوزين تعرفوا كل حاجة عن تطعيم 4 شهور بالتفصيل، وازاي نتعامل معاه قبل التطعيم وأثناء التطعيم وبعد التطعيم وسخونية التطعيم وخوافض الحرارة وكل حاجة، هتلاقوا الكلام ده كله موجود في فيديو تطعيم 4 شهور للأطفال، هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو. نيجي للبند السابع واخر حاجة هنتكلم عليها في فيديو النهاردة، وهو نوم الاطفال الرضع. نوم الطفل الرضيع في الشهر الخامس بيبقى اكثر انتظاما واكثر استقرارا من الشهور اللي فاتت، لكن برضو لسه مش بالانتظام اللي الام عاوزاه.
في العمر ده الطفل الرضيع بينام من 12 ل 14 ساعة، لكن بيبقوا متقطعين على مدار اليوم. وفي العمر ده الطفل يقدر ينام 5 أو 6 ساعات متواصلين بالليل. وضروري جدا تكوني بدأتي تنظيم نوم الطفل الرضيع من الشهر الثالث، زي ما قلت في الفيديو بتاع تطور الطفل الرضيع من الشهر الثالث، وهسيب لكم فيديوهات تنظيم نوم الأطفال الرضع في صندوق الوصف بتاع الفيديو. بكده أكون اتكلمت بشكل كامل عن تطور الطفل الرضيع في الشهر الخامس، وده كان الفيديو بتاع النهاردة. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول، واشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. وانتوا بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.